السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: ولي العهد، نجاحاتنا أساسها الرؤى الملكية، محافظة العاصمة تنفذ أولى عمليات إجلاء وإيواء العمالة الوافدة بمنتزه عذاري، تصميم أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع، ومع صحيفة الوطن والتي عنونت: ببركة ملكية صلاة العشاء والتراويح والقيام بجامع الفاتح، 20 طبيبا بحرينيا يساهمون في مكافحة فيروس كورونا ببريطانيا. تمكين لصحيفة الوطن، 9000 طلب لدعم استمرارية الأعمال، ومع صحيفة الأيام والتي نشرت: خفض مصروفات الحكومة ل30% وإدراج سواق الأجرة ضمن مستفيدي الحزمة المالية، تأجيل بعض المستحقات الحكومية على المواطنين. وإلى صحيفة البلاد والتي بيّنت: إتاحة التبرع لفن خير على السداد، تحري هلال رمضان مساء غد. بعد المباركة السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله، لفتت صحيفة الوطن أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأت تطبيق فتح جامع الفاتح لصلاة العشاء والتراويح والقيام في شهر رمضان المبارك وفق الضوابط. تناولت صحيفة الأيام أنه لدى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى وحدة العناية المركزة الميدانية في المستشفى العسكري ومركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية. أكد سموه أن مملكة البحرين تفخر بما يقوم به فريق البحرين من جهود متواصلة، مؤكدا أن المملكة لن تتوانى عن تقديم ما يلزم من رعاية صحية للمواطنين والمقيمين كافة. من صحيفة البلاد نقرأ أن وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني أجرى يوم أمس اتصالين مع وزيري الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وذلك لبحث التعاون المشترك لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة. نقلت صحيفة الوطن أن مجلس الوزراء قرر خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وخير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30%، فيما أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بإدراج سواق سيارات الأجرة ضمن المستفيدين من برنامج الحزمة المالية والاقتصادية دعما لاحتياجاتهم المعيشية. كتب الدكتور نبيل العسومي مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان: نجاح البحرين في التصدي لكورونا، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. لقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه أن شعب البحرين قد نجح في هذه الملحمة الجديدة في ساحة هذه المعركة الصحية والاجتماعية والاقتصادية في نفس الوقت، ليقدم هذا الشعب صورة مشرفة ومشرقة للداخل والخارج على ثلاثة مستويات: الأول، فريق البحرين الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ونخبة من أبناء البحرين الأوفياء من ذوي الكفاءة. الثاني، الإجراءات التي تم اتخاذها أسهمت في تحمل الآثار الناجمة عن هذا الفيروس بالنسبة للأفراد والشركات على حد سواء،
خاصة المؤسسات التجارية والخدمية. الثالث، استطاعت الدولة رغم خطورة هذه الأزمة ضمان استمرار الحياة الاقتصادية والتجارية في البلاد وممارسة الناس لحياتهم اليومية. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة أعرب عن الشكر الجزيل لمملكة البحرين لدورها الرائد في مساعدة الحكومة البريطانية لإتمام إجراءات إجلاء رعاياها من مناطق وسط آسيا. كما عبر الوزير عن امتنانه للعمل الذي يقوم به الأطباء البحرينيون العاملون في القطاع الصحي بالمملكة المتحدة لمكافحة فيروس كورونا في مختلف المستويات. ومن صحيفة أخبار الخليج نقرأ أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أشادت بدعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لطاقم الكوادر الطبية وجهودهم المخلصة في التصدي لفيروس كورونا. لفتت صحيفة البلاد أن المجلس الأعلى للمرأة بدأ في تقديم خدمات الدعم التعليمي عن بعد لأبناء أسر الكوادر الصحية والطبية العاملة في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين. بكلمة خطط عنونت الكاتبة طفلة الخليفة مقالها في صحيفة أخبار الخليج، تحدثت فيه حول الخطط الصحية الاستباقية التي قامت بها مملكة البحرين. فإلى هذا المقال. إن مشكلة كورونا لم يترك آثاره على المجال الصحي فقط، بل ترك آثاره على الجانب الاقتصادي أيضا، إذ توقفت أمور كثيرة على مستوى العالم. توقف الطيران وتوقف الشحن وتوقفت حتى كبرى الشركات عن العمل بسبب الوضع الجديد. لذلك كان لابد من وجود خطط اقتصادية تواجه هذا الوضع الجديد وتحفظ لاقتصاد البحرين توازنه بتعاون الجميع. لذلك وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى إعداد ووضع خطط مستقبلية تسهم في التصدي للتداعيات والآثار الاقتصادية وأي طارئ. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن محافظة العاصمة وبالتعاون مع مديرية الشرطة بدأت في أولى عمليات إجلاء وإيواء العمالة الوافدة المتمركزة وسط المنامة، ومن ثم نقلها لمقر الإيواء المؤقت المقام بمنتزه عيني عذاري. نشر صحيفة الأيام أن بنك البحرين الوطني بادر بالمساهمة بتوفير المستلزمات الغذائية والمعيشية لأربعة آلاف عامل وافد، وذلك ضمن حملة معا نهتم التي أطلقتها محافظة العاصمة. نشرت صحيفة الأيام مقالا للكاتب صلاح الجودر بعنوان نعم فينا خير البنوك والشركات الوطنية كما عهدناها شكرا. فإلى هذا المقال. لقد كشفت حملة فينا خير معدن أبناء هذا الوطن الذي قدم لهم الكثير الأمن والاستقرار والنماء، وهي بمثابة رد الجميل في وقت يحتاج فيه الوطن إلى التعاون والتماسك والعمل المشترك، وهي مسؤولية ليست على الحكومة وحدها ولكن كذلك على رجال الأعمال والمؤسسات والشركات والأفراد، كل حسب مقدرته. هذا التبرع ليس دليلا على الوطنية والانتماء والولاء، فكل قطاعات المجتمع تدين بتلك القيم من سنين طويلة وقدمت لذلك الكثير، ولعل وقوفها مع المنتخب الذي حقق بطولة الخليج 24 لأكبر دليل. لم تتخلى تلك البنوك والشركات والمؤسسات عن مسؤولياتهم، ولكن تبرعها لحملة فينا خير يدل على استمراريتها في دعم العمل الخيري والإنساني.
بعد تحول مطار البحرين الدولي كخلية نحل مع وصول العديد من رحلات إجلاء المواطنين من الخارج، قامت صحيفة أخبار الخليج بعمل حوار خاص مع عدد من المواطنين العائدين إلى مملكة البحرين، وذلك بعد غيابهم عنها بسبب جائحة كورونا، حيث عبروا العائدون إلى أحضان الوطن عن فرحتهم ولهفة انتظارهم، مؤكدين أن سفارات مملكة البحرين بالخارج كانت تتواصل مع الجميع يومياً ووفرت الغذاء والطعام والدواء لكل العائدين، مثمنين الاهتمام الكبير من قبل القيادة الحكيمة. أوضحت صحيفة الأيام أن مهندسي حلبة البحرين الدولية وبالتعاون مع قسم العلاج التنفسي وقسم الأجهزة الطبية وأطباء العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي قاموا بتصميم أول جهاز تنفس صناعي في ظل ارتفاع الحالات القائمة بفيروس كورونا. بقلم الكاتبة فوزية رشيد نقرأ مقالا بعنوان حملات الإساءة حتى لجهود مكافحة كورونا. الذين يتربصون ببلدهم لا يعجبهم ولا يفرحهم نجاح الدولة وإنجازاتها في كل ما اتخذته من إجراءات استثنائية ناجحة ومن مبادرات وحملات توعية كانت محل إشادة أممية، حملة فينا خير واحدة منها، مما جعل البحرين دولة ريادية في اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمكافحة الوباء في هذه الأزمة التي يعاني منها العالم كله. يستغلون الفضاء الإلكتروني والحسابات المتسترة خلف وجوههم الكالحة والمزورة وبغطاء من الدفع الإيراني المعتاد والتمويل القطري المفضوح ليشنوا حملات التشويه والإساءة ضد نجاح المملكة الذي أشاد به العالم. عجزت عيونهم المغطاة بالحقد أن تراه، فانكبوا منذ بداية الأزمة في التشكيك في نجاح كل إجراء والتقليل من شأنه. هذا ونشرت صحيفة الأيام صورة لآخر الإحصائيات لفيروس كورونا محليا وعالميا. أشارت صحيفة الوطن أن إحصائيات رسمية كشفت أن مملكة البحرين استوردت كمامات طبية بنحو 139 ألف دينار، كما استوردت أجهزة تنفس بقيمة 111 ألف دينار ومقاييس لدرجة الحرارة بقيمة 92 ألف دينار. نفذ فريق تطوعي شبابي من منطقة لنعيم الجولة السابعة لتعقيم المنطقة بتعاون مع محافظة العاصمة والإدارة العامة للدفاع المدني. الكاتبة فاطمة عبد الله خليل خطت مقالا في صحيفة الوطن بعنوان المعرفة تأذن بانطلاقة التعليم الافتراضي في مملكة البحرين، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. قيمة الفرد والجماعة فيما يقدمونه من منجز، وقد لمست ذلك فعليا في خبر فريد من نوعه جاء فيه: أطلقت مدرسة المعرفة الثانوية للبنات مبادرة إنشاء مدرسة افتراضية عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز تحتوي على هيكلة إدارية وصفوف تعليمية وأقسام أكاديمية وفرق دعم ومساندة، ما ساعد على تنفيذ جميع الأدوار في عالم افتراضي، قفزة نوعية وانطلاقة واعدة لمستقبل التعليم الإلكتروني بالبحرين
بسواعد بحرينية وطنية مخلصة لم تمنعها محدودية المعرفة الإلكترونية والإمكانيات ولا الضغوطات الكبرى التي أحدثتها أزمة كورونا على المستوى النفسي والأمني والصحي، وأن تزود تلك الأجهزة بالبرامج اللازمة لها على الدوام، بما يجعل من مسؤولية ولي الأمر توفير خط إنترنت منزلي لأبنائه الطلبة بديلاً أيضاً عن كافة مصروفات القرطاسية والمصروفات الشخصية اليومية التي قد ينفقها طيلة فترة الدراسة. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدين نكون وقد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.